يقول السائل: شخص طلب مني مبلغ 30,000 ريال نعم سعودي ليشغلها في محل على أن يعطيني 2,000 ريال شهرية سواء ربح أو خسر، وهذا المبلغ 2,000 ريال يعطيني إياها باستمرار، فإذا رجع أو حصل شيء فإنه يعيد لي المبلغ كاملا ويضمن ذلك، هل هذا جائز؟ هذا ما يجوز. المضاربة أن تدفع مالا لمن يتاجر به بجزء من الربح بينكما، وإذا لم يحصل ربح فلا شيء له ولا لك، ورأس المال يرد عليك إذا انتهى عقد الشركة، يرد عليك رأس المال إن كان موجودا أو بعضه، أو إذا لم يوجد شيء فليس لك شيء، ليس لك عليه شيء. وأما فرض مقدار معين هذا لا يجوز، هذا حرام.